وليتم عنا كلكم هكذا. قولوا لي إن ما أراه ليس حقيقة. قولوا لي إنني ما زلت نائما. هؤلاء يقولون إنني فقدتكم منذ بضع مئات من السنين. إذا لماذا يؤلمني فراقكم كل هذا الألم؟ أردتكم ليلة واحدة. أخبروني كيف تحولت هذه الليلة إلى 300 عام. الكبد دينوس انهضوا انهضوا الآن واشهدوا موت كل الآلهة. لقد ماتت كل الآلهة وكذلك مات الأباطرة، فأين أنتم لتنهضوا وتشهدوا انتصار الله الواحد على كل الآلهة؟ تعالوا لتشهدوا انتصار المحرومين والموحدين على أباطرة العروش. انظروا كيف أن الإيمان باق وحب المعبود خالد. انظروا كيف أن وعد الله قد تحقق وأن عبادة الأصنام قد ولت وأن نور الإيمان قد عم كل مكان. أحزن لفراقكم وموتكم أم يجب علي أن أفرح؟ ألا أفرح لانتصار أتباعي وإخوتي في الدين؟ أترون كيف أصبحت حالي الآن؟ أترون كيف أصبحت ضائعا؟ ما قاله مولاي المسيح تحقق. أجل قد تحقق. أتسمعون؟ الحقيقة التي كنتم تخشون النطق بها حتى في الظلام ستسمعونها يوما في النور. والإيمان الذي اكتسبتموه في خلوات المنازل لا شك سوف تنادون به يوما فوق السطوح. إنها آية من الإنجيل وضع أحدهم تحتها خطا، وقد قرأتها بنفسي مرارا لكنني لم أفهم معناها الصحيح حتى سمعتها منك الآن. أنا من خط ذلك، وأظن أنني ورفاقي قد أحيانا الله سبحانه مجددا ليفهم الجميع معنى تلك الآية ولنشهد انتصار الحق على الباطل. وكيف رأيت الإنجيل الذي أحتفظ به في بيتي؟ من أنت أيها السيد؟ تعال معي سيد أريوس. صخري. هل هذا صحيح؟ أجل، وكيف عرفت ذلك؟ سراج ومشعل ودبيز سري أيضا. ماري هاتف السراج. سيد أريوس افعل كل ما يطلبه منك. أرجوكم اتبعوني.
أعرف أن داخل دهليز بيتك هذا يوجد غرفة خاصة سرية. سرية؟ مؤكد لا تعرف. لا أحد يعرف سوى أنا وجالس. أمسك من فضلك. مفتاح الباب خلف هذا الحجر. أرجو أن تنتظروا، سترون. لا أظنك تعرف شيئا أيضا عن هذه اللوحة. هذه هي صورة زوجتي هيلان. هيلان زوجة ماكسيميليانوس. إنها تشبهك يا ابنتي، صح؟ أجل تماما، من الصعب تصديق ذلك.